فرحان بهذه المشاركة اللي هي مشاركة ثانية في مهرجان الموازين، لكن هذه المشاركة ديال اليوم عندها واحد طبع خاص لأن يسارة ديالي خاصة وغنغني فيها مجموعة من الأغاني وغنغني فيها الجديد ديالي لأول مرة على منصة سالة، ونتمنى تكون سهرة زوينة وينشط معنا الجمهور المغربي. شوفي أختي، حنا يعني أنا نعتذر علي على رأسي، أنا مع أي حاجة كتضر الشعب، وحنا في النهاية ولاد الشعب وما كنبغيوش على الناس ديالنا. أنا مغني وعندي رسالة، أنا جاي باش نغني، يعني أنا بعيد كل بعد عن السياسة، وأنا دائما كنبقى مع الشعب ولد الشعب في أي حاجة، يعني في المقاطعة ديال المنتوجات كنت أنا أول واحد. اليوم أنا جاي نغني، يعني أنا مغني وعندي رسالة وجاي نقدمها للناس، يعني بعيد كل بعد عن أي سياسة وعن أي حاجة. الجمهور اللي غيتفهمك وغي كيحبك وكيبغيك غيجي يتفرج لك. الجمهور اللي ما جاش، يعني كل واحد كيبقى عنده رأي ديالو وحر في رأي ديالو، وحنا في النهاية كتربطنا عقود، يعني عقود ما نقدر ندير حتى شي حاجة، وإن شاء الله تدوز سهرة زوينة وحنا دائما كنبقاو ولاد الشعب. ندخلوا شوية العربية بعدا نديروا سميتنا مزيان عاد نمشيو العالمية. هو كان بادرة مزيانة، مزيكا كانوا عيطوا ليا مؤخرا حيت الحمد لله لمسوا فيا داك الفنان اللي مجتهد وباغي باغي باغي يبان أكثر وباغي يعطي أكثر ومنحصر شوية في واحد المجال، فقبلنا العقد وإن شاء الله كاين مفاجآت جايين في الطريق، ودعوا معنا يكون كل شيء مزيان إن شاء الله. كنشكركم على تتبعكم ليا وتتبعكم الفنان المغربي، وان شاء الله يعجبكم الجديد ديالي اليوم قلبي يوجعني. هي اغنيه فيها الامبيونس ماشي حسب العنوان، وانتظروا واحد الشو زوين، يعني كاين مجموعه من الراقصين معايا، مجموعه من المفاجآت في هذا الشو ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.